مشاهدينا ومرحبا ملايين كل من يتابع برنامجنا برنامج 7 على 7 اللي يطلع عليكم من الأحد للخميس المحمل بمواضيع الجميلة والمتنوعة اللي تشمل مواضيعها الشاملة لجميع الإمارات وتحديدا إمارة الفجيرة. وخلوني أمسي على زميلتي مروي. مروي يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة. إن شاء الله اليوم بنتم وياكم لين الساعة 8:30. اليوم الخميس أكيد نهاية الأسبوع وكلنا طاقة وحيوية علشان نبدأ عطلة نهاية الأسبوع. ولكن قبل لا نبدأ موضوعنا لليوم بسأل سهام، إذا استبدلونا بروبوتات شو بيستوي يا سهام؟ نحن وين بنروح؟ ما أتوقع، يعني ما أتخيل إن حتى المشاهد بيتقبل هالشيء، لأن المشاهد متعود يبغى شخص يكون معاه عفوي ويتكلم معاه ويحس فيه بإنسانيته، يحس بكل شيء يعني. ولكن على فكرة في الصين أصبح فيه مذيع روبوت، فمشكلة أنه يعني أشكالهم أيضاً يعني أوكي بيستنسخوا مروة أحمد وسهام الشحي. رأيك شي يعني؟ طيب خلينا مع هذا التعليق خلونا مشاهدة مع هالموضوع، حيث انطلق اليوم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي تحدي فيرست جلوبال، وتتواصل طبعاً فعالياتها على مدار 4 أيام في دبي بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة في حدث هو الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات، وينظم مشاهدينا هذه المرة الأولى في المنطقة. ويعكس كذلك تنظيم تحدي فيرست جلوبال في دبي الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية، ودورها المحوري كذلك في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة، وكذلك تحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات اللي يواجهها العالم في مختلف طبع المجالات والقطاعات الحيوية. صحيح، وتنطلق المنافسات التأهلية للبطولة صباح يوم غد وتمتد حتى مساء بعد غد في فيستيفال أرينا اللي تم إعداده خصيصا لاستقبال الفرق المتنافسة، بحيث يضم الموقع مناطق مخصصة لإعداد الروبوتات وتجهيزها قبل الدخول إلى منطقة المنافسة. ويركز تحدي فيرست جلوبال على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولا داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث اللي تؤثر سلبا على الحياة البحرية وعلى صحة الإنسان حول العالم. ويشهد يوم الأحد المقبل تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق اللي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان أسماء الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز عليها واختتام فعاليات البطولة. المروة طبعا في أتوقع في دولة الصين أو اليابان اللي حطت رجل آلي في الأخبار. الصين كل شيء كوبي، الأخبار عادي ما بيدوم على فكرة الأخبار عادي الأخبار عادي، لكن إذا كان موضوع تحسينها ثقافي أو اجتماعي أو برنامج 7 على 7 المفروض نحن نكون موجودين، مش روبوتات ولا شيء. أكيد طبعا مواضيعنا متنوعة يلا وجميلة، بدايتها بتكون مشاهدين مع المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، وأيضا بنتحدث أكثر عن اليوم العالمي للإعلام الإنمائي، وبنسلط الضوء كذلك على نادي الشارجة للصقارين يستعد للموسم الرياضي الجديد، وبنتحدث أيضا عن ملتقى منصة الفتاة الأول وسباق المسافات الطويلة للطرق الوعرة، وأخيرا آلة القانون هو دستور الآلات الموسيقية، بنتعرف أكثر أيضا على هذا الموضوع على هذه الآلة الجميلة. طبعا مواضيعنا متنوعة، وبداية المشاهدين بنبدأها معاكم مع معرض ويتكس 2019 في دورته 21 والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. التعرف أكثر نتابع معا هذا التقرير. حقيقة نهدف من خلال هذه المنصة إلى الترويج لمبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. لهذه المبادرات تأتي تحقيقا لرؤية هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون مؤسسة رائدة عالميا مستدامة ومبتكرة. والحقيقة نستعرض عدد من المبادرات، الأبرز منها جائزة الترشيد من أجل غد أفضل للقطاع التعليمي، وأيضا نستعرض مبادرة بيتنا مثالي والتي هي بالشراكة مع 9 دوائر حكومية، والعديد الحقيقة من المبادرات مثل ساعة الأرض وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن نستعرض نتائج مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي التي تم تحقيقها على مدى 13 عام الماضية، ألا وهي 1.2 مليار درهم في الوفورات في استهلاك الكهرباء والمياه. احنا اليوم موجودين في مكتب تنظيم الرقابة التابع للمجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي، جايين نعرض إنجازاتنا واللي قاعدين نسويه، اللي هي مهمتنا هي تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، ومنها تتفرع إلى أشياء كثيرة، منها تغيير جذري في مصادر الطاقة في الإمارة. عطينا ترخيص ل 4000 ميجا وات خلال 4 سنوات اللي مضت، الشركات تقدم طاقة أو تنتج طاقة متجددة. أيضا نحاول نزيد وعي وكفاءة المستهلك، نزيد كفاءة البنايات القائمة. عندنا هدف اللي هو إعادة تأهيل 30,000 مبنى قبل 2030 عشان يستخدمون طاقة أقل ومياه أقل. يشرفنا كشركة المسعود نحن نشارك للمرة الثانية على التوالي في معرض ويتكس 2019 في دبي، ويشرفنا أكثر نحن بنقدم منتج متفرد، هو عبارة عن مولد كهربي يعمل بالديزل بقدرة 2500 كي في إيه. علشان نتخيل القدرة الكهربائية لهذا المولد، هو يقدر يولد طاقة كهربائية لحوالي 100-120 منزل بكافة الأجهزة والإضاءات. ما يميز هذا المنتج أن تم إنتاجه بالكامل داخل الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تم بسواعد محلية، وتم تطويره بناء على متطلبات المستخدم النهائي. محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي شارجة للصقارين أن النادي يعكف حاليا الاستعداد لاستقبال الموسم الجديد 2019-2020، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور والتشجيع على ممارستها وسط مختلف الفئات من سكان الإمارة وتعزيز محققتها من نجاحات سابقة. للتعرف على المزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف الاستاذ عبد العزيز آل علي نائب رئيس مجلس اداره نادي الشارجه للصقارين. مرحبا بك استاذ، منورت البرنامج. حياك الله. يا مرحبا. الله يعطيك العافيه. بدايه خلينا نتكلم عن متى سيبدا موسم الصيد بالصقور. موسم صيد الصقور اوريدي بدا، يعني الحين اصلا نعم. بدا نعم، والناس ما شاء الله كلها على استعدادات، والصيد اللي هو موسم القنص بدا، ولكن نعم. موسم المسابقات بعدها شوية. نعم نعم. أهم شيء الحبارة موجودة. الحين توه تبين الحبارة. نعم إن شاء الله. أستاذ عبد العزيز، خبرنا أكثر عن آخر استعدادات نادي شارجة للصقارين للموسم الجديد. نعم، بالنسبة للنادي طبعا الاستعدادات إن شاء الله قائمة، على عندنا بطولة إن شاء الله، هي بطولة نادي شارجة، هي تعتبر الثالثة. نعم. منذ إنشاء النادي. البطولة اللي تكلمت بيكون إن شاء الله بتكون في تاريخ 18. نعم. إن شاء الله. 21. نعم إن شاء الله. من 18 ل 21 12. نعم. أستاذ عبد العزيز، الخدمات اللي يقدمها النادي لمحبي الصيد والصقور. والله الحمد لله، الخدمات لله الحمد يعني في زيادة. بدأنا أول ما بدأنا طبعاً أهم شيء كانت هي العيادة، بعد البطولة الأولى. نعم. أول ما بدأ النادي في 2016 شهر 12 الموسم هذا كان راح علينا، لكن بدينا اول بطوله من ثاني سنه على طول كنا نجهز لها. نعم. فاول بطوله بديناها، والثانيه والحمد لله هاي الثالثه القادمه الحين. نعم. من ضمن الخدمات عندنا نحن العياده المتكامله. نعم. خاصه بالصقور. نعم. فيها الحمد لله الدكاتره المؤهلين والمختصين في هذه الشغل في نعم. هذه الشغله. كذلك عندنا مقيض الطير اللي هو يقضيه الطير في فتره الصيف. نعم. عندنا التركيز طبعا على مراكز الناشئه ونشر هذه الثقافه وما يصاحبها من امور اجتماعيه ايضا. اكيد. عندنا بطولات الناشئين مركزين عليهم. عندنا كذلك الميادين المتوزعة على إمارة الشارقة. نعم. طبعا تخدم كل الإمارات، كل من يرغب، كل صقار من أي إمارة
ممكن يدرب طيرها في هذه الميادين المصغرة. نعم. استعدادا للبطولات الرسمية. نعم. في طيور معينة أستاذ عبد العزيز ولا مفتوحة للشاهين جي شاهين وتتبعوا كلها؟ لا الحين الطيور طبعا اللي هي المرخص هي على حسب سياسة الدولة. نعم. اللي هي طيور التربية المزارع طيور إنتاج المزارع. سلام وطيب. نعم. وطيور هاي طبعا مرخصة مع جوازاتها مع رسمية يعني تعتبر. نعم. فيها أربع فئات عندنا نحن. نعم. بالإضافة إلى فئة الناشئين. نعم. ما هي نعم. أهم بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم داخل الدولة أستاذ؟ أهمية البطولات ولا أهم البطولات؟ أهم البطولات داخل الدولة للصيد بالصقور. كلها الحمد لله يعني بطولات مهمة ومهتم فيها من قبل الحمد لله قيادتنا. نعم. فطبعا عندنا الحين سبع بطولات على مستوى الدولة. عندنا في أبوظبي ثلاث بطولات. نعم. بطولة مهرجان الظفرة، وعندنا مهرجان الشيخ زايد الله يرحمه، وعندنا مسابقة كأس رئيس الدولة. نعم. هذه ثلاث بطولات في أبوظبي. نعم. طبعا ما أدري يتسع الوقت أخبركم عن تواريخها ولا تفضل. ثانية مهرجان الظفرة بيكون إن شاء الله من تاريخ 16 إلى 19-12. نعم. مهرجان مناخذ بتتابع يعني على أساس أن التواريخ بيبدأ أول شيء عندنا مهرجان الظفرة في أبوظبي. نعم. من 16 إلى 19-12. نعم. بعده بتبدأ بطولة نادي الشارجة على طول من 18 إلى 21-12. نعم. مع بطولة الشارجة في آخر يومين راح تبدأ أيضا بطولة مهرجان الشيخ زايد. الحين لو ممكن الواحد يلاحظ أن الجدول مضغوط ما شاء الله من كثر ما شاء البطولات. نعم. فعلا ما شاء الله. ولكن الحمد لله هذه أيضا يصير يعني توزيع للطيور توزع. نعم. شيء في بضابي وشيء في الشارجة وشيء في دبي. بعدها بتبدأ بطولة شيخ حمدان محمد بطولة فزاع للصيد بالصقور في تاريخ 2 إن شاء الله 1 من 2 إلى 16 تقريبا 1. نعم. تليها بطولة شيخ راشد بن حميد العيمي في عجمان. نعم. يوم 22-1 من 16 إلى 27-1 مسابقة كأس رئيس الدولة غالي علينا والكل طبعا يسعى لها هذه صحيح. على اساس انه يحقق اكبر نتائج فيها. نعم. كذلك بطولة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد بطولة صخر الاجيال بتكون ان شاء الله من 1/2 الى 15/2 باذن الله. نعم. يعطيك العافية. طبعا في احتمال زيادة يوم او شيء على حسب ان شاء الله أطلع. إن شاء الله. يا رب. يعطيك العافية. نعم. الأستاذ عبد العزيز آل علي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين على المداخلة الجميلة ويعطيك ألف عافية وموفقين يا رب. شكرا يا أختي. شكرا. الله معرض دبي للطاقة الشمسية في الدورة الرابعة بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. شارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من المركز الوطني للأرصاد في هالحدث المهم في معرض ويتكس لهذا العام اللي يجمع فيه الخبراء والمختصين في قطاعات المياه والطاقة. طبعا من خلال استعراضنا للإنجازات العلمية والبحثية اللي طلعها البرنامج ومن خلال أيضا استعراض الدور المهم اللي يقوم بها عمليات الاستمطار كيفية القيام بها العمليات المواد المستخدمة والآليات المستخدمة فيها. في عندنا المبادرات اللي هي المختلفة اللي تسعى من خلالها طرق المواصلات بتقديم بنية تحتية ومصادر أو وسائل نقل عامة مستدامة لجميع الجمهور
وسكان في إمارة دبي. نبدأ طبعاً بالحافلة الكهربائية. الحافلة الكهربائية المعروضة اليوم عندنا في جناح طرق المواصلات هي حافلة يعني تعتبر نقلة نوعية في نظام الحافلات الكهربائية، تعطينا مدى يصل ل 275 كيلو متر من خلال دورة شحن وحدة. يعتبر هذا الشيء طبعاً تطور أو مرحلة متقدمة في اختبارات الحافلات الكهربائية. أيضاً عندنا الحارة الذكية لفحص مركبات التاكسي. بالسابق المركبة الوحدة كانت تستغرق ما يقارب 5 دقائق من ناحية فحص متطلبات السلامة والجاهزية والتشغيل. أما اليوم هذا باستخدام الحارة الذكية ممكن إحنا نوفر ونقلل زمن الانتظار في هذا الشيء من 5 دقائق إلى 35 ثانية، بالتالي يعطينا وقت أكثر لإسعاد المتعاملين. نشارك هذا العام في معرض ووتكس في دبي، نستعرض في منصة دائرة الطاقة عدد من التطورات والمشاريع الموجودة في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي. نبدأ في معلومات عن إعادة هيكلة قطاع الطاقة في الإمارة في السنتين الأخيرتين في عام 2018 و2019، ونتحول فيه إلى استعراض نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة أو مكعب الطاقة، منصة متكاملة لمناقشة جوانب الطلب والإمداد في إمارة الطاقة بالتعاون مع الذي تم وضعه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطاقة، ومنه نستعرض ما هي أهم اللوائح التنظيمية والاستراتيجيات والسياسات التي تم وضعها في الدائرة. حياكم الله مشاهدينا. يحتفل العالم اليوم الموافق 24 من أكتوبر باليوم العالمي للإعلام الإنمائي. فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1972 يوما عالميا للإعلام الإنمائي، وأرادت منه لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية. والحين بنرحب بالإعلامية والكاتبة صفية الشحي لنتحدث أكثر عن الإعلام التنموي أو الإنمائي. أهلا مرحب فيك أستاذة صفية الشحي. نورتينا بكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. نورتينا كعادتكم، مواكبين لكل ما هو جديد واهتمامكم يعني بمسألة الإعلام الإنمائي أو التنموي ودوره في حياتنا بشكل عام كبشر وفي مجتمعاتنا، يعني نقطة تحسب لكم. شكرا. خبرينا أكثر عن المفهوم الإعلام الإنمائي أو التنموي. بشكل عام هو الإعلام أساسا يعني يفترض أنه يكون تنموي، يعني من خلال كل الأدوار اللي يقوم بها، من خلال التواصل مع الأشخاص الجمهور، من خلال نقل رسائل مختلفة، تسليط الضوء على قضايا مهمة. يعني هو في جوهره دور إنمائي. لكن يعني في السبعينات من القرن الماضي تم الانتباه لهذه الفكرة بشكل نظري وأكاديمي بالدرجة الأولى، لأن حدث التغيرات كبيرة في العالم. نعم. وصاروا الناس يعني خاصة في دول يمكن شوية تتراجع فيها عملية التنمية يلتفتون إلى أن في جزء آخر من العالم يعيش تنمية في مجالات مختلفة، وهم ربما لا يجدون ربع ما يحدث في العالم اللي يعتبر متطور بالنسبة لهم. نعم. واللي كان يعني سبب في مثل هذا يعني الانفتاح على ما يحدث في العالم الآخر الإعلام بالدرجة الأولى، لأنه ساهم في نقل صورة مغايرة لما تعيشه الشعوب والمجتمعات بشكل عام. بعدين صار اهتمام كبير جدا في أن نحن لا نبدأ نخصص أيضا من خلال منظومة الإعلامية أقسام تهتم بهذا الجانب، تعنى بأنواع متخصصة من الإعلام. خلينا نقول إعلام صحي، إعلام بيئي، إعلام رياضي، إعلام إذا حابة تقولين معرفي، ثقافي. فهذه التخصصية أيضا يعني ظهرت في الفترة الأخيرة، يعني في العقود الأخيرة هذه التخصصية والاهتمام بها من قبل حتى الدارسين والمتخصصين الخبراء في هذا الجانب. نعم. بشكل عام الإعلام التنموي هو كل ما يهتم بقضايا البشرية التنموية، يسلط الضوء عليها، يناقش مكامن الخلل الموجودة في هذه المساحات. نعم. يعني في تفكيرنا وفي تعاملنا مع قضايانا اليومية. نعم. ويعطي الأفراد الفرصة وحرية أنهم يعبرون عن مواقفهم وعن مطالبهم وعن احتياجاتهم. نعم. طيب أستاذ صفية، تكلمنا عن ثورة التكنولوجيا وآثارها السلبية على تنمية المجتمع. طيب الآن هني يعني نحن دخلنا في يعني في موضوع آخر. نعم.
أنا يعني بشكل شخصي لا أنظر الموضوع من ناحية سلبية أو إيجابية. أنا أنظر أن هناك في يعني إضافة معينة، طريقة تعامل المجتمع والأفراد لما يحدث أو للمعطيات اللي تقدمها التكنولوجيا الحديثة اليوم هي التي تحدد إذا كان هذا شيء سلبي أو كان شيء إيجابي. يعني بالدرجة الأولى طريقة استخدام هذه الأداة. يعني هذا من منطلق أن تأثير الثورة التكنولوجية على التنمية بشكل عام. لكن لو خذناها من جانب إعلامي اليوم، كيف المؤسسات الإعلامية والآلة الإعلامية تستخدم هذه الثورة التكنولوجية في أنها تحقق أهداف التنمية؟ كيف تستخدم هذه الأداة الحديثة، سواء خلينا نقول التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، وإلى الأعمق والأكبر في هاي المنظومة كلها اللي هي التقنية الإعلامية الحديثة المستخدمة، الهولوغرام، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الفيرتشوال رياليتي، الواقع الافتراضي، غيره من مثل هذه المفاهيم. كيف يتم استخدام هذه الأداة أساس نقدر نحن نساهم في تنمية مجتمعاتنا ونساهم في نفس الوقت في تحقيق أهداف عالمية كبيرة؟ يعني الإعلام التنموي الآن هو صار جزء لا يتجزأ من أهداف العالم للتنمية المستدامة، فكيف يتم تطويع مثل هذه التكنولوجيات كلها لتخدم أهداف من مثل الاستدامة؟ إذن الفرد هو يعني يحدد اتجاه إذا كان بيستخدم هذه الأداة سلبية أو إيجابية. صحيح. الفرد والمؤسسة في نفس الوقت. يعني الفرد لجهة استخدامها بشكل يومي ولجهة تلقيه، يعني هو الآن متلقي ومنتج. صحيح. في نفس الوقت، فكيف يقوم باستخدام هذه الأداة وتحويرها فيما ينفع مجتمعاته؟ وإذا بعطيك مثال، مثلا الصحفي المواطن، مثلا صحافة الموبايل، مثلا يعني هاي كلها أدوات حديثة اليوم يستخدمونها الأفراد حتى يسلطون الضوء على قضايا يعني مختلفة. المؤسسات أيضا كيف تنظر لهذا الجانب؟ يعني الآن عندنا شقين، شق المؤسسة الإعلامية نفسها وكيف هي تطوع هذه الأدوات كلها، وعندك المؤسسات التنموية نفسها اللي صارت لها أجهزتها الإعلامية المتخصصة وقامت هي تنتج مواد يعني تكاد تنافس ما يقدمه اليوم الإعلام. فهي صايرة مثل يعني إذا حابين نقول إنها خلطة، ومثل ما يقولون الحابل بالنابل. صحيح. وكل حد يالس يدلي بدلوة في هذه العملية. فعلى أمل أن النتاج في نهاية اليوم يكون خدمة لأهداف التنمية. صحيح. يعني بالنسبة لنا أنا بعرف علاقة التمدن بحاجة للإعلام، هل مع ازدياد التمدن ومع التطور نزداد خلينا نقول حاجة للإعلام؟ يعني هو سؤال شوية أحس جدلي، هل التمدن هو كان بسبب الإعلام ولا الإعلام يا بسبب التمدن؟ صحيح، في علاقة غريبة بينهم. والتحضر هي علاقة طبعا فيها توازي، كل ما زاد عندنا التمدن في المجتمعات والتطور زادت الحاجة إلى أن يكون هذا الإعلام موازي للحراك التنموي في المجتمعات. صحيح. وهني تيجي نقطة أن مش كل المجتمعات عندها الحق بشكل متساوي أنها تحصل على يعني الحرية، خلينا نقول أنها تحصل على المنتج الإعلامي أو تحصل على فرصة في الظهور أو تحصل على حقها في المعلومة. لأن لا تنسين أن مشكل المجتمعات على الرغم أن ظاهريا نحن نعيش في عولمة، لكن هي باطنيا نحن نعيش أصلا في فجوة. يعني فجوة أن في مجتمعات كثيرة مو بقادرة تحصل على حقوقها في أنها تحصل على معلومات أو تعبر عن رأيها مثلا. صحيح. لأن ليش؟ لأن اليوم نحن لو نقول الشبكة الإنترنت اللي يغطي العالم، ما يغطي العالم كله يعني بحق أو بطريقة متوازية. نصف سكان العالم فقط قادرين على أنهم يحصلون على ما يريدون من خلال شبكة المعلومات. النصف الآخر مظلم، ما عنده الحق أنه يدخل أو ما عنده القدرة أنه هو يدخل ويحصل ويعبر عن الرأي ويحصل على المعلومة. صحيح. يعني المناسبة. فيعني أتمنى أن تكون يعني هي هاي الإجابة اللي بغيتيها على السؤال. إجابة وافية. طيب مثل ما قلت لك، يعني كل ما كان في تمدن، كل ما كان في حاجة للإعلام، كل ما كان في مناطق ما فيها إعلام كافي، كل ما صار في بعد شوية عن تحقيق أهداف التنمية. عدم تسليط بعد على القضايا وعلى المشاكل الموجودة. طيب أستاذ صبي، تكلمنا عن الإعلام التنموي في دولة الإمارات هنا. الإعلام التنموي في دولة الإمارات، طيب يعني
أتصور رسالة دولة الإمارات الإعلامية كانت واضحة يعني منذ البداية. نعم. منذ قيام الاتحاد بشكل رسمي كان الإعلام الرسمي والوطني يوازي دائما المسيرة الاتحادية ويحاول أن يسابقها، مع أنها هي حتى تسبقها بمراحل كثيرة وفي أماكن كثيرة، لكن دائما كان الإعلام هو الشريك في هذه العملية. يعني ما أقدر أتكلم عن الإعلام بدون ما أذكر السياق التنموي في دولة الإمارات. يعني هناك خطوات وقفزات بالاتجاه إلى تحقيق أهداف التنمية وخاصة المستدامة منها بالتوازي مع النظرة العالمية عموما بشكل عام. يعني هناك الكثير من النماذج المشرفة والرائدة وطنيا واللي تعكس هذا الشيء، وخصوصا فيما يتعلق بالتنافسية العالمية. مثلا اليوم يمكن أبسط خبر من الأخبار أن دولة الإمارات كانت من أكثر الدول المساهمة في تراجع نسبة شلل الأطفال في العالم كله. يعني بذلت جهود كبيرة جدا في هذا الاتجاه التنموي الإنساني والصحي. يعني هذه نقطة أيضا تحسب لنا. ناهيك عن أمور ثانية مثل الحوكمة الإلكترونية، مثل الاهتمام بجوانب البيئة والحرص دائما على أن يكون لنا بصمة واضحة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، الاهتمام بالثقافة وإبراز دور المرأة وإبراز دور المرأة وتمكين المرأة في مجالات سياسية واقتصادية ومعرفية وصحية وعلمية. يعني كل هذه الأمور كلها تلبي نظرتنا نحن اليوم في دولة الإمارات باتجاه سيرنا إلى يوبيلنا الذهبي إن شاء الله. وعندنا مثل ما أنت عارفة يعني تقريبا باقي لنا سنتين الحين على أن نحقق 2021، والأهداف هذه كلها يعني قائمة على محاور مهمة جدا، من بينها الابتكار، من بينها الاستدامة، من بينها الالتزام بمعايير عالية في قطاعي الصحة وفي قطاع التعليم، من بينها المواطنة الصالحة والتلاحم الوطني، يعني الأمن والاستقرار. هذه هي المحاور الأساسية اللي قامت عليها أسس التنمية المستدامة في دولة الإمارات. أستاذة صفية السحي مكملين وياك، لكن عقب هذا الفاصل السريع ورادين. مشاهدينا فاصل سريع ورادين لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم مشاهدينا وراجعين مع ضيفتنا الأستاذة وزميلتنا صفية الشحي، وموضوعنا عن الإعلام التنموي. طبعا قاطعناك احنا قبل شوي وظهرنا بريك. لا طبعا هو الكلام في هذا الموضوع يعني مستفيض لأنه متشعب بشكل ما تتصورونه. ويوم تذكرون دولة الإمارات يمكن أنا أشوف نفسي غصبا عني أتبحر شوي في الموضوع. لكن استكمالا للنقطة اللي أنا أتوقفت عندها، مقابل هذه الأهداف الكبرى اللي نحن نطمح لها في دولة الإمارات، هناك إعلام يحاول قدر المستطاع أن يكون بنفس الكفاءة اللي موجودة فيها حكومة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا شيء جميل جدا. نحن نحاول أن نطرق أيضا أبواب الثورة الصناعية الرابعة من خلال مدخل يعني تكنولوجي تقني متطور. اليوم في وسائلنا الإعلامية نحاول أن نستقطب تقنيات متطورة جدا مثل الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. نحاول أن يكون لنا أيضا موطئ قدم مثل ما يقولون في الصحافة الإلكترونية. صحيح. وتعرفون اليوم كيف التنافسية اللي صايرة أيضا. صحيح. يعني ما بين الصحف الورقية والصحف الإلكترونية، ولكن هناك محاولة جادة ومثمرة في حق حقيقة الأمر أن نحن نحوز قصب السبق كما يقال. صحيح. في هذا المجال ما أقدر أني ما أذكر نقطة مهمة جدا. صحيح. الإعلام التنموي هو لا يعني مش فكرة أنه فقط نركز على التطور والتغير، لكن هناك نقطة جدا مهمة اللي هي الانتباه إلى الفرد في محليته. بمعنى أنه ضروري جدا أن نركز على القطاع المحلي، احتياجات الفرد الداخلية، قضاياه، ما يؤلمه، ما يهمه، ما يفرحه في نفس الوقت. لذلك في حرص أيضا كبير من دولة الإمارات أن هناك يتم توجيه وتخصيص قنوات إعلامية تهتم بالداخل. نحن فقط لا نكتفي بقنوات رسمية تقدم
عنا للعالم، لكن عندنا أيضا قنوات محلية، تلفزيونات، إذاعات، صحافة قاعدة تهتم بالشأن الداخلي، مو بس بالإمارات الكبرى وإنما حتى في المدن، وطريقة تقديمنا أيضا للشأن المحلي ومتابعته. الإعلام التنموي أو الإنمائي، هل المفروض أو المفروض أحس أنه يظهر للميدان لمناقشة أحوال الناس بعيدا عن مدن صنع القرار، صحيح؟ طبعا مهم جدا، لأن شوفي واحدة من الأشياء اللي يذكرونها دائما الخبراء المهتمين بهذا الجانب، أن الإعلام الإنمائي مش فقط ينقل الظروف التغيير والتحسين مثل ما تفضلت مثل ما ذكرت قبل شوية، ولكن أن أيضا يمس الواقع، يعني لازم يكون جدا واقعي، لازم يكون جدا شفاف، ولازم يعطي الفرد حقه في التعبير عن نفسه والمطالبة باحتياجاته. فما بقول بعيد عن صانع القرار، ولكن بقول أنه هو يجمع بين الاثنين، هو يقدم ما تقدمه القيادة لكنه في نفس الوقت ما ينسى الفرد واحتياجاته. الآن صار لزاما أن الفرد يكون جزء من العملية الإعلامية شئنا أم أبينا، وخاصة أنه هو اليوم يحدث أيضا تأثير من خلال صحافة المواطن، من خلال التغريدات، من خلال مقاطع الفيديو، السوشيال ميديا كمؤثر، يعني ما نقدر نتجاهل هذه النقطة. الله يعطيك العافية صفية، موضوع فعلا شيق وجميل، والوقت للأسف يعني ما تسعنا. أستاذة صفية الشحي إعلامية وكاتبة، شكرا لتواجدك اليوم معنا ببرنامج شكرا لكم حبيبتي، الله يعطيك العافية. مشاهدينا إلى موضوع آخر، المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 جاء ذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت شعار ملتقى طرق الاستدامة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي ابتدأ يوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر وانتهى اليوم الخميس الموافق 23 من أكتوبر 2019. نتابع معاً هذا التقرير. شركة الاتحاد أسست في 2013، وكان لديها مستهدف توفير استهلاك الكهرباء والماء في إمارة دبي بنسبة 30%. اليوم استطاعت الحمد لله شركة الاتحاد توفير استهلاك الطاقة في أكثر من 20 دائرة حكومية، وكذلك استطاعت أن توفر سنويا أكثر من 100 مليون درهم على منشآت حكومة دبي. نجحنا بتوفير الاستهلاك في أكثر من 4500 مبنى. مساهمتنا تأتي عن طريق إبراز نجاحات الشركة ومشاريع الشركة في ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام ألواح الطاقة الشمسية. متواجدين اليوم في أحد المعارض العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد من منصة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، نستعرض في المنصة عدد من المشاريع التي تخدم استراتيجية دولة الإمارات 2050. من ضمن هذه المشاريع العدادات الذكية لمجال المياه والكهرباء أيضا. هذه العدادات تساعد في تخفيض استهلاك المياه والكهرباء في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كذلك هنالك محطات لتخزين المياه ونقل المياه من مناطق متعددة إلى مناطق أخرى في الإمارات الشمالية. واستعرضنا أيضا عدد من محطات تحلية المياه في إمارة راس الخيمة وإمارة عجمان. عندنا مشروعين، المشروع الأول هو الهايبرد كار، في طلاب يابوا جهاز الأول سمستر اللي طاف، تخرجوا وطلعوا، نحن أخذنا المشروع عنهم، وإن شاء الله بنطوره من دخل شهر 11 في المسابقة في العين. المشروع الثاني عبارة عن سولار شارجر، سويناه في تقنية الشارج، كان المشروع سولار بانل من الميكانيك انجينيرز، والسيارة من الميكانيك انجينيرز والإلكتركل. السولار بانل اللي يشارج باتري بانك يستقبل 92، يشارج البانك 72 فولت ويحول على السيارة 48. السيارة هايبرد، تشتغل على البطارية وتشتغل على جنريتر بترول، توصل 60 كيلومتر في الساعة، ويا البطارية والجنريتر تقدر المسافة اللي تقطعها 138، بدون الجنريتر 36.
برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني رأس الخيمة فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، واللي انعقد على مدى يومين لهم 22 و 23 أكتوبر الجاري في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمشاركة 300 مشارك من مختلف دول العالم. المزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ حياة الحمام الأمين العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. مرحبا بك أستاذة، نورتي البرنامج. هلا مرحبا بك سهام. هلا مرحبا بك. بداية خلينا أو لو تعطينا نبدأ عن هذا المؤتمر. المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز جاء تحت شعار بناء منظومة المستقبل، الأصالة، الحداثة والتعلم، وتم بناءه على أساس عدة محاور منها التعليم والتعلم، بناء المهارات، التسامح ضمن الإطار المؤسسي. أيضاً استضاف المؤتمر نخبة من المحاضرين والمحاورين الذين يمثلون خبرات متنوعة من أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم، وضم أكثر من 250 مشارك من مختلف الجنسيات. خبرينا أكثر عن المحاور اللي طرقتي لها في المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز. المحاور اللي أنا تطرقت لها جاءت مشاركة الجمعية في مؤتمر الخامس للريادة والابتكار تحت إطار بناء المعرفة والمهارات ضمن المشاريع المجتمعية، فهدفنا من خلال ورقة العمل إلى عرض تجربة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في إبراز دور الجمعيات ذات النفع العام في التأثير على المجتمع وبالأخص ذات النشاط الاجتماعي والثقافي، وكيف استطاعت الجمعية تحقيق هذا الدور في مجال الابتكار من خلال إنشاء منصة 2071 ومن خلال تمكين الشباب للعمل فيها، وذلك لمواكبة رؤية دولة الإمارات وتطورات العصر الحديث. فبدأنا ورقة العمل بعرض نبذة عن تاريخ وتأسيس الجمعية، ثم شرحنا بشكل مبسط عن الأسلوب المبتكر في إدارة الجمعية، وبعد ذلك تطرقنا إلى منصة 2071 وأهدافها وإنجازاتها. أستاذ حياة، طيب خلينا نتكلم أكثر عن هذه المنصة، منصة 2071. سهام، انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والتي تواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق مجتمع واعي ومثقف، وتماشيا مع خطة الدولة للابتكار المتقدم، قام رئيس الجمعية باستحداث مبادرة جديدة في عام 2018 وهي منصة 2071. وقد تم تسميتها بهذا الاسم نسبة لمئوية الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تسعى المئوية إلى الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل لكي تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في حلول عام 2020-71. إن شاء الله. الحين منصة 2071 هي منصة تعني بأمور الابتكار واستشراف المستقبل وتطوير المهارات، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها على صعيد الجمعيات ذات النفع العام بتحديد منصة خاصة للابتكار تقوم بخدمة المجتمع. المنصة هذه لها أربع أهداف رئيسية. الهدف الأول هو المساهمة في نشر ثقافة الابتكار في المجتمع. الهدف الثاني إبراز المبتكرين والمواهب وتسليط الضوء عليهم. ثالثا تعريف المجتمع على الخبراء والمتميزين في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، وأخيرا تطوير المهارات في مجال الإبداع والابتكار. الله يعطيك العافية أستاذ حياة الحمادي الأمين العام لجمعية الفجيرة الاجتماعي الثقافية، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية حبيبتي. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7x7، بنروح لملتقى منصة الفتاة الأول تحت شعار نحن معك نسمعك في دورته الأولى، وبتنظيم من جمعية النهضة النسائية ممثلة بمركز حور للفتيات في مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، واللي أقيم صباح الثلاثاء الماضي 22 أكتوبر. خلونا نشوف يا بعض هذا التقرير. طبعا اليوم أنا مشارك في هذه الحلقة النقاشية أو منصة الفتاة اللي تحت شعار نحن معك نسمعك، وبتكلم في ورقتي عن العلاقة بين الإعلام والإدمان. وطبعا كنا نعرف أن الإعلام سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم في التوعية
في التثقيف، ويمكن أن يستخدم أيضا في الترويج لقضايا المخدرات إذا يعني تم استخدام الإعلام بصورة حقيقة سلبية. للأسف الشديد اليوم الكثير من يعملون في الإعلام هم بعيدين عن الإعلام وصياغة محتوى الإعلام. المضمون الإعلامي اللي يقدم اليوم للمشاهد وخاصة الشباب وخاصة الفتيات يجب أن يكون هذا المضمون مدروس دراسة جيدة. طبعا أنا سعيدة بلقائكم اليوم، وإن شاء الله نشوفونا في ملتقيات أخرى، ولكن هذا الملتقى الأول لمنصة الفتاة. وهذه المنصة صراحة حبيت أن تتواجد في مركز حور الفتيات، بما أن احنا جمعية النهضة النسائية تعنى بالفتاة والأسرة في حد ذاتها، فحبينا نطلع اللي هي التحديات اللي تواجهها الفتاة. وكانت من التحديات اللي تواجهها الفتاة كثير من ظواهر الوقت الحالي في مرحلة المراهقة، مثل الانحرافات السلوكية قد يكون في عدم بسبب عدم تواصل، قد يكون الإدمان بأنواعه، في كثير من السلوكيات. ولكن حبيت أن أنا يكون هاي المنصة، يعني نحن هنكلم كل فترة على ظاهرة، يعني كل سنة إن شاء الله سوف نتناول ظاهرة معينة. ظهرت الفكرة صراحة، أنا متخصصة في العلاج بالسيكودراما، وعلاج السيكودراما هذا يمكن جديد بالنسبة لي، يمكن حوالي سنتين وعندي كتب في هذا الموضوع. لذلك حبيت أن أعرج الملتقى يكون مختلف شوي. كيف مختلف شوي؟ يعني أحط مسرحية، والمسرحية هاي علاجية تناقش أكثر من قضية، ومن خلالها بدخل مناقشات، وبعدين بعطي نتائج، وبعدين يصير توصيات. طبعاً المسرحية تناقش قضية العنف الأسري وما ينتج عنها من مشاكل، تعنيف الأصدقاء، مشكلة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشكلة التأخر والرسوب والتأخر الدراسي، مشكلة إدمان المخدرات. هذه كلها أمور تندرج تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة الإهمال الأسري أو التعنيف الأسري. لما تختفي لغة الحوار بين الأم والأب هذا ما ينتج عنه. كل إن شاء الله راح تشوفوا اليوم في مسرحية واحدة تتكون من 5 مشاهد، وإن شاء الله يا ربي نقدر من خلالها نوصل رسالتنا للجمهور وللحضور. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما شفنا قبل شوية في التقرير، ملتقى منصة الفتاة الأول، والمزيد من التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع رحبوا معنا في الاستديو بالدكتور أبو بكر محمد حسين، المستشار الإعلامي لجمعية النهضة النسائية في دبي. مرحبا بك، نورت البرنامج دكتور. أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير. مساء الله، سعيد فيكم. بداية لو نتكلم أو تعطينا نبدأ عن هذا الملتقى. طبعا تحرص جمعية النهضة النسائية وبصفة متواصلة لتقديم أفضل الخدمات لدعم وتعزيز الثقافة الأسرية، نعم، ويعني إيلاء القضايا الأسرية والمجتمعية كل الاهتمام، نعم. وهذه الفعالية كانت مكملة للفعاليات التي تقيمها الجمعية بصفة يعني موسمية أو بصفة متواصلة أو بصفة دورية، نعم. فمنصة الفتاة هي يعني رسالة مجتمعية خالصة تعنى باحتضان الفتاة وتهيئة المناخ الإبداعي لها، نعم، وقرص يعني ثقافة الولاء والانتماء وكيفية استثمار الوقت بصورة إيجابية، ومحاربة طبعا العادات الدخيلة، نعم، على مجتمعاتنا الآمنة، ومحاربة طبعا المخدرات والسلوكيات السلبية، نعم، في أروقة المجتمع، نعم، لا سيما ونحن نعيش في عصر السماوات المفتوحة. صحيح. والإعلام يعني الغير مقنن من جهات خارجية. نعم. دكتور خبرنا أكثر عن أهمية حرص الجمعية هذه على خلينا نقول المحافظة على الأسرة وأيضا ترابطها. بالتأكيد جمعية النهضة النسائية إذا رجعنا إلى الوراء، نعم، هي جمعية من أعرق وأقدم الجمعيات النسائية في الدولة، إذ أن عمرها يتجاوز 4 عقود من الزمن. ما شاء الله، يعني 40 سنة ما شاء الله. أكثر من 40 سنة ما شاء الله. فمنذ إنشائها وإلى هذه الفترة بتحرص يعني كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للأسرة بمختلف مصنفاتها، ومن خلال مؤتمرات، من خلال ندوات، من خلال ملتقيات، من خلال دورات، من خلال إرشاد أسري. جميل. لا سيما وأن الجمعية لها 3 فروع
وروافد تقزي يعني العنصر المجتمعي في فرع. وين موجود الفرع؟ في فرع في منطقة حتى جمعية نعم. النهضة النسائية بحتى، هناك فرع في الإسيلي جمعية النهضة النسائية بالإسيلي، هناك فرع في الخوانيج جمعية النهضة بالخوانيج، إضافة إلى المراكز والوحدات والأقسام التي تتبع للجمعية. نعم دكتور، تكلمنا عن أهمية نشر مثل هذه التوعوية، البرامج التوعوية والدورات أو الورش وغيرها لمصلحة نقول الفتاة أو لتوعية المجتمع بأهمية حماية هذه الفتاة. إذا تكلمنا عن هذه البرامج التوعوية نعم. الخاصة والوطنية اللي تعي وتهتم بهذا الجانب. هناك طبعا العديد من البرامج يعني نعم. يمكن أضيف يعني لمعلوماتكم ومعلومات المشاهد أن الجمعية في كل المناسبات لها حضور متميز بجميع الفعاليات يعني في جميع الفعاليات مشاركة. سواء كانت مناسبات دينية على مستوى مركز النهضة الديني نعم. سواء كانت يعني استشارات وتدريب على مستوى مركز النهضة الاستشارات والتدريب نعم. ويعني سواء كانت برامج إبداعية فنية على مستوى مركز النهضة للفنون نعم. سواء كانت مستويات تخدم الطفل يعني كل قسم يعي بمشكلة معينة نعم أو كل قسم وكل إدارة يعني تقوم بخدمات هي في النهاية مجملها نعم. تقديم أفضل الخدمات للمرأة نعم. للطفولة للأمومة للأسرة نعم. دكتور شو هي الخطط الاستراتيجية ليكون المستقبل الجاي إن شاء الله بإذن الله للدولة مستقبل آمن ومستقر؟ طبعا بالتأكيد أن دولة الإمارات هي في صدارة الدول التي تعنى بشؤون المرأة صحيح. وبشؤون الطفولة وبشؤون الأسرة نعم. والكم الهائل من المؤسسات الأسرية هي شاهد المجتمع. بالضبط هي شاهدة على عصر التميز صحيح. الإماراتي وما وصول الإمارات إلى لقب أزعت شعبي من فراغ وإنما كانت تلاقح وجهد يعني كبير من القيادة للأسرة والقيادة الإماراتية بتحرص كل الحرص نعم. على تقديم أفضل الخدمات للأسرة باعتبار أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع نعم. طيب دكتور أتكلم عن أهمية عرض العروض المسرحية اللي شفناها مثل الحين كذي في هذه الملتقيات. طبعا الفن هو أبو المسارح نعم. المسرح هو أبو الفنون. المسرح هو أبو الفنون، فأحيانا يعني تقديم مادة مسرحية أولا بتكسر يعني بتكسر من الروتين التقليدي نعم. للجلسة نعم. في نفس الوقت يعني وصول المادة عبر المسرح بتكون أكثر شفافية وأكثر قبولا للمتلقي نعم. ولذلك حرصنا أن تكون هناك في مادة مسرحية في هذه الفعالية حتى تقرب المفهوم إلى الحضور وحتى يعني تجسد معاها يعني بالضبط حتى تجسد الجانب الفني في أبهى صورة للمتلقي. يعني المتلقي لما يتلقى كلمات يتلقى كلام بالتأكيد وجبة مسرحية قوية معبرة نعم. تسري وتدعم من أهداف صحيح. منصة الفتاة نعم صحيح. في بعض خلينا نقول الانحرافات السلوكية عند بعض الشباب، خبرنا أكثر عن الآثار الموجودة السلبية على الانحرافات السلوكية على المجتمع وعلى الناس أيضا. بالتأكيد يعني الانحرافات السلوكية تؤثر سلبا على المجتمع أكيد. تؤثر اقتصادا، تؤثر اجتماعيا صحيح. تؤثر نفسيا صحيح. تؤثر مستقبليا يعني دمار. ولذلك من يعني من أكبر التحديات اللي بتواجه شباب اليوم والفتيات اللي هو عدم استثمار الوقت صحيح. الوقت والفراغ هم يعني قضية مهمة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت لأهميته والعصر والفجر والليل أغلبية الشباب اليوم واللي يروح خلاص ما يرجع بالضبط. أغلبية الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط أكثر من نص يوم بالضبط. فعدم يعني الوقت هو أكبر تحدي صحيح. ثانيا الإعلام، أنا رجل خبير إعلامي نعم. ومستشار إعلامي، بقول لك الإعلام أصبح سيف العصر وسمته نعم. فإذا وجه الإعلام بصورة سلبية جميل. خاصة وسائل التواصل المجتمعي والتي اقتحمت كل البيوتات دون استئذان والتي نشرت الغس والمفيد في المجتمع، يجب أن يعاد النظر في طريقة تعاطي هذه الوسيلة نعم. بصورة إيجابية وبصورة يعني كبيرة. وبالتأكيد يعني دولة الإمارات لم تألو جهدا في التوعية ولم تألو جهدا في البرامج التوعوية
يعني اللي يعني ساهمت مساهمة كبيرة جدا في توفير أقصى درجات الأمن والأمان. نعم. نحن لسه بخير الحمد لله. طيب إذا تكلم عن دور المجتمع هنا في التوعية توعية الأفراد المجتمع عن من آفة الإدمان وغيرها من هذه الآفات الخطيرة، دور المجتمع في التوعية؟ شوفي أنا يعني أقولها صراحة، نعم، التوعية ليس دور مجتمع فحسب، التوعية هي تلاقح فكري يضم العديد من الجهات. نعم. التوعية الدينية الوسطية والشراكة المجتمعية بالضبط. التوعية الدينية الوسطية تعتبر جزء هام. نعم. التوعية الإعلامية جزء هام. تقف الأسرة في صدارة التوعية، صح، يعني بداية التربية، صحيح. يعني الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، الأسرة هي المسؤولة من كل صغيرة أو كبيرة. نعم. العوامل الأخرى عوامل معززة، الجمعيات النفع العام، الجمعيات التطوعية مهمة جدا في التوعية، حيث أنها تساهم في استثمار الوقت الإيجابي بالنسبة للشباب أو الفتيات. نعم. فهي القضية قضية مشتركة. نعم. دكتور، أهمية التوعية المجتمعية لأولياء الأمور، خلينا نقول لحماية الأبناء من رفقاء السوء، لأن في مثل عربي يقول لك الصاحب ساحب، يعني من الممكن أن يكون رفيق سوء لأبنائهم فعلا ويأخذون لطريق خلونا نقول ضبابي مش واضح. نعم. كيف نحمي أبنائنا؟ شوفي حقيقة التوعية المجتمعية، وانت أثرت قضية جدا مهمة اللي هي الرفقة الصالحة. نعم. العكس طوالي رفقاء السوء. نعم. الرفقة الصالحة تشكل نسبة أكثر من 70% من انتشال الفتاة أو الطفل أو الناشئة أو الشباب من مستنقع الخطأ والخطيئة. فنحن يعني ويضيعون تربية الوالدين على مدى سنين، والحين بعد الصديق ما صار مباشر، يعني غير مباشر اللي يكون وراء، صحيح، التقنية. بالضبط بالضبط. ولذلك يعني انتقاء الصديق، والصديق بالمناسبة يمكن يكون أكثر من نوع، التلفون صديق، صحيح، الواتساب صديق، التوعية صديق، ويظل الصديق الأساسي اللي هو رفيق اللي هم الأتراب في المدرسة. يجب أن نتحرى ونتدخل بصورة غير مباشرة في انتقاء الرفيق الصالح. إذا هنا يأتي دور الإعلام المباشر وتأثيره على الشباب، خلينا نتكلم عن هذا الدور. شوفي الإعلام هو دور أساسي. نعم. ودور استراتيجي، وزي ما أنا تحدثت قلت لك أضحى الإعلام سيف العصر وسمته. نعم. الإعلام هو الحلقة الأقوى والسلطة الرابعة، الحلقة الأقوى في التأثير، لأنه يعني الإعلام يعني بيقتحم البيوتات دون استئذان، صحيح، بيقتحم الجيوب دون استئذان، حتى يعني بيقتحم حتى العقول دون استئذان. ولذلك يعني يظل الإعلام هو نقطة مهمة جدا جدا، بل بحر وليس نقطة. نعم. في أروقة المجتمع. نعم. ولذلك يعني نحن بنناشد الإعلاميين والكتاب، صحيح، وسائل الإعلام بمختلف يعني محتوياتها أن تفسح المجال للتوعية الآمنة. نعم. للتوعية الآمنة، صحيح، بكل مختلفاته يعني. نعم. ويعني أنا بتمنى وبنحلم أن يكون الإعلام هالة من نور تحلق في فضاءات يعني مدنا الإنساني لحماية هذه. نعم. النجم ولحماية الأسرة. نعم. دكتور، ذكرت قبل شوي أن التليفون من ممكن أن يكون صديق. على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا اليوم نشوف فيديوهات قصيرة للترويج للمخدرات، خبرنا أكثر عن الأثار السلبية المترتبة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه، الترويج لمثل هذه الأشياء اللي ممكن أن تؤثر سلبا على شبابنا وأن ممكن أن تؤدي إلى خسارة حياتهم أيضا. شوفي طبعا الترويج على الترويج المخدرات اصبح له صور كثيره، والمخدرات هي التحدي الاكبر لهدم الشباب. نعم. ولذلك تكاتف الجهود، يعني خطوره وسائل التواصل الاجتماعي يعني صعب انك تعمل لها قيود، صحيح. نعم. ولذلك الناس يجب ان تزعى، زي ما الناس سعت للهدم يجب ان الناس تزعى الى البناء لتقنين وسائل، صحيح، التواصل المجتمعي وتوجيهها الى الجانب الايجابي. نعم. ويكون عليها ايضا رقابه طبعا. نعم. على يجب بنفس الفكره اللي اخترع وسائل التواصل الاجتماعي واخترق البيوت، يجب ان نجتهد
في فكر يقنن ويوجه صحيح. هذه الوسائل لمصلحة المجتمع. والحمد لله إحنا في قانون دولة الإمارات هنا يحمي طبعاً أي تدخل من هذه. القوانين موجودة الحمد لله والتشريعات موجودة نعم. والأنظمة موجودة نعم. لكن يبقى الإنسان يبقى الإعلام أكيد. يبقى رجل الدين الوسطي نعم. تبقى صحيح. الأسرة تبقى يعني القضية جماعة بظل بقول قضية شراكة مجتمعية. نعم الدكتور أبو بكر محمد حسين المستشار الإعلامي جمعية النهضة النسائية في دبي شكراً على تواجدك اليوم معنا برنامج سبعة. وأنا أشكركم أشكر يعني أسرة التلفزيون الفجيرة على هذه الإتاحة وكما عودنا دائما يعني الفجيرة تلفزيون أو التلفزيون الفجيرة في خدمة العمل الإنساني والأسرة. شكرا الله يعطيك العافية وهاي شهادة نعتز فيها دكتور. الله يحفظك. مشاهدينا الموضوع آخر إلى النسخة الثالثة من معرض تكنولوجيا النفط والغاز جوتك 2019 حيث اختتم معرض ومؤتمر جوتك الذي يعتبر أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة. وقد صممت هذه المبادرة التي شهدت نموا هائلا منذ عام 2017 بهدف دعم قطاع النفط والغاز دعما كبيرا وتعزيز المصالح المشتركة. وتم إطلاق أول برميل نفط ذكي على مستوى العالم في دبي خلال أعمال المعرض. نتابع معا هذا التقرير. يعني نحن توافقا مع توجه حكومة دبي فنحن من ضمن المجموعة مجموعة الطاقة بوجه الأمل يعني شركة إينوك وديوة والتوجه الحميد والمستقبلي للحكومة دبي نحن من أحد المشاركين. فهذا السنة يعني عملنا توافق أكثر بس جوتك معني بتطبيقات البترول والغاز الجديد. والله الدورة هذه عملنا يعني مركز تميز للأبحاث المتميزة المتقدمة عشان نعطي الفرصة حق المشاركين وقت أكثر الجلب هذه التقنية وتطبيقها فممكن يعني يسألون أسئلة أكثر وأكثر. البرميل الذكي هو رمز يعني للتوجهات الصناعية الموجودة في صناعة النفط أن يتبنون الذكاء الاصطناعي ويتبنون تطبيق الذكاء عموما يعني اللي هو موجود الحين في برامج كثيرة سوفتوير يعني سمارت تكنولوجي. النفط والغاز طبعا عندها تحديات كثيرة بعضها تحديات تقنية وبعضها تحديات بيئية. التحديات التقنية نواجهها من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير تقنيات جديدة ساعدنا على اكتشاف حقول جديدة ساعدنا كذلك على رفع نسبة استخلاص من الحقول وتقليل تكلفة الإنتاج وجعل الغاز والنفط برضو كوقود نظيف يعني قليل التأثير على البيئة. أما التحديات البيئية طبعا هي تحديات كثيرة. الكثير من الناس يربطون النفط والغاز بقضية الاحتباس الحراري ومسألة ثاني أكسيد الكربون وإنتاج ثاني أكسيد الكربون. طبعا صناعة النفط والغاز استثمرت كثير من الأموال في تطوير تقنيات جديدة للحد من هذا التحدي والتقليل من نسبة ثاني أكسيد الكربون وخفضها بكميات كبيرة إلى درجة أنها يعني قد في المستقبل إن شاء الله القريب نرى البترول والغاز إن شاء الله يطلق عليه وقود نظيف إن شاء الله. سباق المسافات الطويلة للطرق الوعرة أحمد الكثيري هو أول إماراتي يجتاز أطول سباق صحراوي في العالم بدبي وأيضا يجتاز سباق MDS ماراثون الرمال المغربية. المزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا في الاستوديو استاذ احمد الكثيري لاعب الترا ماراثون. خلونا نرحب به. مرحبا بك ونورت البرنامج. اهلا ومرحبا. الله يعطيك العافيه. بدايه لو تعطينا نبذه عن سباقات المسافات الطويله للطرق الوعره. هذا النوع من السباقات يمارس في طرق الوعره اوف رود. له منظمه دوليه تشرف على السباقات تشرف على متابعه المتسابقين بحيث انه تجمع المشاركات اللي قاموا فيها تحسب لهم النقاط اللي جمعوها
وتحطهم في تصنيف معين خاص في هذه اللعبة. فهي تعتبر أي مسافة تزيد عن 42 كيلو تسمى ألترا. نعم. فتكون من 42 كيلو توصل إلى 300 كيلو. طبعا الوعرة قلنا هي الأماكن الوديان واليبال وشي وغيرها. نعم. في كل مكان مثلا في اليبال. نعم. في الرمال. في أي منطقة وعرة. أي منطقة أفرود. خبرنا أكثر عن المراحل اللي تمر فيها هذا السباق أو هذه المسابقة. بداية تكون مرحلة اختيار السباق يكون. نعم. السباق مجدول، سباق في هدف من اجتيازه، مثلا هل هو سباق تأهيلي أو هو سباق المحافظة على اللياقة أو كسباق روتيني عادي، فبناء عليه يتم تحديد السباق. اثنين تكون فترة الإعداد، طبعا إعداد للسباق تفرق إذا كان السباق راح يكون في مناطق جبلية أو رملية أو سهلية، فتختلف مرحلة الإعداد وطريقة التدريب. كذلك في مرحلة جمع المستلزمات أو الإكويبمنت اللي راح نستخدمها، المعدات هاي غالبا ما تكون موجودة عندنا في الدولة، محتاجين نطلبها خارج الدولة، فتأخذ وقت، فبعد تأخذ حيز وترتيب من المتسابق. عقب ني مرحلة السباق نفسه، مرحلة قبل السباق بثلاث أيام تكون هي مرحلة اللودينج اللي هي ياخذ دائما يزيد نسبة الكارب المتسابق، يزيد نسبة السوائل اللي ياخذها، وياخذ فترة راحة أقل شيء. في فحوصات طبية حقكم يعني تكون خلالها؟ في فحوصات على حسب السباق، قلت لك السباقات الطويلة. نعم. تحتاج إلى فحص طبي خاص بالقلب اللي هو فحص الجهد. نعم. فلا بد أن يكون ماخذ الفحص هذا قبل السباق أقل شيء ثلاثة شهور. نعم. أساس يتأكدون القلب سليم، لأن في جهد كبير، في مستويات من طاقة غير. نعم. والأجواء بعد تكون صحيح. نعم. نعم. ذكرت الحين أن تأخذون كارب أكثر سوائل أكثر، عندي معلومة اللي هي أن الشخص اللي يلعب رياضة أو يمشي على مناطق أرض مش مستوية مثل مناطق الوعرة يحرق دهون ضعف الشخص اللي يمشي على أرض مستوية، صحيح؟ هل تأخذون كارب وسوائل لأنه فعلا يحرق العديد من السعرات الحرارية أو ضعف من الأرض المستوية؟ نعم كثير، لأن الركض يكون مش سريع في كثير. نعم. من المناطق، فيكون هارت ريت من 125 إلى 135. نعم. هاي الهارت ريت زون، الجسم طبيعته يأخذ طاقة من الدهون. نعم. من المصادر اللي هي تكون بطيئة الاحتراق، عكس السباق مسافات القصيرة يأخذ مصدر طاقة سريع الاحتراق مثل أي سكر في الجسم أي كارب بسرعة يأخذ. فتحتاجون أن تتغذون بشكل صحيح وتأخذون طاقة عن طريق الطعام قبل هذا السباق أو هذه المسابقة، صحيح؟ بالضبط. نعم. طيب إذا تكلمنا عن الصعوبات اللي تواجهونها أنتم كمتسابقين في السباق أثناء السباق؟ نعم. أثناء السباق صعوبات كثيرة، الطبيعة الجغرافية. نعم. وكذلك الأحوال الجوية، الأحوال الجوية قد تكون في عواصف، تكون في أمطار، في سيول، تكون في اختلاف درجات الحرارة كبير. خاصة أن تكون في مناطق صحراوية فتوصل فرق الحرارة لأكثر من 30 درجة. نعم. أتوقع بعد مرتبطين بالوقت بعد. بالوقت حسب السباق. نعم. في الفرق بين مثلا الصحراوي يكون فرق الدرجات خلال 12 ساعة. نعم. لكن المناطق الجبلية تكون درجة الحرارة تفرق بين تحت الجبل وقمة الجبل في نفس الوقت في نفس الساعة. نعم. فوق 12 درجة. نعم. وما بالك تكون 12 في الليل أو 1 في الليل، خصوصا المسافات هاي تكون طويلة وتستخدم تستهلك وقت كثير. يعني أنتم مستمرين عادي سواء ليلا أو صباحا؟ نعم. توصل في أطول مرحلة مرت علي خلال مسيرتي كانت مرحلة 100 كيلو العام. خلصتها في 27 ساعة ونص، فتخيلي 27 ساعة المتسابق في الرملة بدون أكل بدون ملابس تناسب فروقات الحرارة هذه. نعم. يعتمد على نفسه، يتقدم له بس فقط المياه، باقي أي شيء يستخدمه تكون على الشنطة عنده على ظهره،
فالشنطة ما تكون كافية أنه يأخذ كل شيء معه، فيأخذ أقل شيء وأكثر شيء مفيد بالنسبة له. تنقسم أكيد المسافات بهذا السباق لثلاث أقسام، اللي هو صغير المدى أو قصير المدى، متوسط المدى وطويل المدى، صحيح؟ نعم. خبرنا شو الفرق من بينهم. القصير المدى اللي هو أقل عن 42 كيلو نعم المسافة، المتوسطة المدى تكون بين 42 والأمية، وهاي فيها بعد نوعين، مرحلة واحدة أو مراحل متعددة، عادة ما تكون مرحلتين مش أكثر، 100 كيلو. بعيدة المدى تكون من 100 إلى 300، وتكون على مراحل أكثر، تكون على 4 مراحل أقل شيء إلى 6 مراحل. عندي سؤال، أنتوا تأخذون راحة وتأكلون وتردون تمشون بمناطق الوعرة هذه ولا لا؟ أنا أحس مفروض في استراحة. أنا كان في سؤال ثاني بعد قريب من ناتجي. في كل سباق يكون فيه يسمونه ستيج للمرحلة. في المرحلة مثلا تكون 100 كيلو أو 80 كيلو، خلال 80 كيلو في تشيك بوينت أو هي البيت ستوب. نعم. بيت ستوب حسب نوع السباق، تكون فقط ماء أو تكون أكل وسناك وماء. نعم. حسب السباق، فكل 10 كيلو 15 كيلو تكون في نقطة. أستاذ أحمد، في أساور خاصة يعني مرتبطين مثلا مع الأشخاص اللي يتابعونكم، إذا كان في جهد أكثر يعني مثل هذا المتسابق بذل جهد أكثر وتعب يعني يسحب يعني يطلع من السباق أو شيء، يعني شيء عندهم هذه التكنولوجيا مثلا قياس نبضات القلب مثلا؟ لا، هذه تكون أوردي موجودة في تكون من مسؤولية اللاعب نفسه. نعم. ولكن هم يوزعون GPS ديفايس. نعم. بحيث أنه يتابعون المتسابق. بعض السباقات يقول لك إذا بتجلس بترتاح ما تجلس أكثر من 6 دقائق، لأن أكثر من 6 دقائق هالجهاز يعطينا ألارم إن أنت ما تحركت من 6 دقائق، فتطلع. فخمس دقائق غير مكانك ويجلس، ما عندك مشكلة. نعم. فأساس يعرفون هالشخص طاح صار عليه شيء. أو في بعض السباقات لا، في يكون ديفايس مع ألارم سيستم، يعني في حال طوارئ، تعب، فقد حس إنه بيفقد الوعي، أو حد شاف شخص طايح يستخدم جهازه يضغط التنفس معي، لانك تكون بدون مراقب ما حد معاكم اصلا. يعني صعب انك تحطين تسوين كنترول ومتابعه ال 300 كيلو. في تشيك بوينت، في متابعه تكون اونلاين على حسب الديفايس هاي، بس هاي عاده تكون في المسافات الطويله مش الميد رينج. نعم. دائما تكون في مسافات طويله. وبعدين حسب الاعداد المشاركين، في سباقات يعني تكون عدد المشاركين مسافات صغيره مثل ميد رينج هاي. نعم. آخر سباق كان في بريطانيا عدد المشاركين 3000 مشارك، تخيل. نعم. 3000 شو يسوي كنترول عليهم؟ يبون تغذية، يبون مياه، يبون مياه. ولكن كان التنظيم غاية في الروعة. نعم. كان فعلا شيء مش طبيعي. نعم. خبرنا أكثر عن سبب تأهيلك لبطولة العالم لهذا النوع من السباقات، واللي هو UTMB الموجود في سويسرا. كلاعب هذه الرياضة يهمني أن تواجد في البطولة مثل ما يقول الأغلى والأشهر على مستوى العالم. يعني ما نتخيل لاعب كرة قدم ما يتمنى يلعب في كأس العالم. صحيح. ما يتمنى يلعب في كأس آسيا. أكيد. فبطبيعة الحال سعيت وحطيت الخطة أني أتواجد في هذا الحدث العالمي كإنجاز شخصي. فالحمد لله تأهلت وحصلت على النقاط التأهيلية. ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية أستاذ أحمد الكثير، لاعب ألترا ماراثون، شكرا على تواجدك اليوم معنا بالنادي. يعطيك العافية، نورت. الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. Thank you.
الدستور هو الحاكم لكل شيء، والكل مهنة ومجال دستورها اللي يحكمها بالقانون اللي شيد للحد من اللغط اللي يقع. وآلة القانون الموسيقية هي بمثابة هذا الدستور لباقي الآلات الموسيقية الأخرى. بنتعرف أكثر مشاهدين على هذا الموضوع مع الأستاذ أديب نمور عازف آلة القانون. مرحبا بك، نورت البرنامج. يسعد مساكم ومسا كل الأخوة المشاهدين. الله يعطيك العافية. معنا خميس وبديناها بمعزوفة صراحة. أنا ومروة كنا تشاور أنه ما نسأل بس نبى نسمع. الله يعطيك العافية. إذا تكلمنا عن خصوصية آلة القانون. نعم. ما هي؟ مثل ما أنتم شايفين آلة القانون آلة وترية. نعم. تعتبر من الآلات الأساسية في التخت الشرقي والموسيقى الشرقية. نعم. بالعزف المنفرد تتميز بمساحات صوتية واسعة تشمل تقريبا 3.5 دواوين بالموسيقى، يعزف عليها كل المقامات الموسيقية العربية. نعم. وتعتبر بمثابة الأم لكل الآلات الموسيقية. نعم. يعني بمثابة الدستور الأساس. نعم. يعني عندنا بالشرق يعني يقابل لها البيانو بالغرب. نعم. أساس يعني حتى سابقا بالماضي كانت مثل فرقة أم كلثوم وكذا هيك يدوزنوا الآلات على آلة القانون. نعم. نعم. كل فنان عنده مفهوم مختلف عن الآخر. نعم. عن الموسيقى. نعم. ما مفهوم الأستاذ والفنان أديب نمور للموسيقى؟ والله يا سيدتي الموسيقى لغة العالم، لغة السلام. نعم. يعني الوقت ها أنتوا عارفين يعني هالصراعات والمشاكل بالعالم بأكمله. نعم. لما تسمع الموسيقى خلاص تعيش جو. تعيش الجو. غذاء للروح، تهدي الأعصاب. جميل. تبعد العنف. صحيح. بكل شيء. بما أن هالجماليات اللي قلتها وخميس وكذي عطنا معزوفة شي فعلا تروق المزاج. فهمتيني. Thank you.
الله عليك. انا اشوفك تبارك الرحمن يعني انت مو طالع الاوتار وقاعد تعزف وكذي مروه تدري؟ اكيد لا اكيد لا. طبعا شو صعوبتها؟ هي الروح تطلع من نغماتك ما شاء الله. انا ما عندي هذه الروح لا كل انسان في روح بس تمن عادي انا ما عندي هذا بس لو اندمج معها الصوت بعد بيكون حلو اكيد يعني بس من الصعب انه يعني عازف يغني قانون وصوت صعب وصوت شوي يعني لو آلة عود يعني ممكن يغني معه. طيب صعوبتها بالنسبة لسؤالك صعوبتها طبعا لكل الاخوه المشاهدين لما بيشوفوا آلة القانون والاوتار الكثيرة حتى نشوفها على الكاميرا واضحة. أيضاً هذيل أحس يعني يضيعون هذه الأشياء السوداء. لما بشوف هيك إنه أوتار كثير أنا ما بقدر أعزف عليها وبخاف منها وما بعرف أي شيء. أما لما بيجي بيقعد هيك وراء القانون وبيضبط على فكرة هي يعني مقامات يعني الموسيقى الشرقية كلها مقامات بيضبط مثلاً مقام الرست مقام البيات مقام الهزام هلا أنا كنت بعزف على الهزام حبيبي بدو الأمر بيضبط المقام شو ما عزف عليها أي نغمة بيطلع موسيقى ما فيها نشاز مش صعبة مثل آلة العود أو الكمانجة يعني بأي وقت بصير فيها نشاز فآلي بقدر ما هي هيك شكلها صعب بقدر ما هي سهلة وبسيطة السهل الممتنع إنزين وين تكمن صعوبة التعلم على العزف بالقانون وين صعوبتها؟ صعوبتها هي هذول النحاسيات اسمها العرب هذول تحويل النغمات نغمي ونص نغمي وربع نغمي نحن بالموسيقى الشرقية تختلف عن الموسيقى الغربية عندنا الثلاث أرباع الطون هن التون ونص تون فقط أما الموسيقى الشرقية لا تختلف بأشياء تعطيها جماليتها فيها شوي صعوبة بس على وشد الوتر لا لا هذول سهل نقدر نشوف شو اللي تقصده بالضبط هذول آل عرب مثلا نفترض عربة هذا الدو مثلا نعمل دو دياز مثلا نعمله بيمول تغير وفي عندنا تغير صوت وهي مثلا نص دياز نص بيمول عفوا نص دياز فهذه سر فيها يعني وهذا طبعا مفتاح وبالنسبه للدوزان الاوتار هي تقريبا 78 وتر حسبت مفتاح البيت مفتاح قديم هذا اتوقع معاه مفتاح اغلى من البيت اهم مفتاح اي اهم مفتاح الموسيقى مفتاح الحياه اكيد شيء مهم يعني بصراحه تفضلي طبعا مروه بعدين اذا عزف زينب وجهك انت تغنين ما شاء الله صوتك جميل صوتك جميل وايد تشردون نسمع شيء نحن على فكره انا ما نسمع شيء يعني والله على عيني بس بتغنين مروه لا اكيد مروه انا اللي عارفه انك ما شاء الله عليك عندك صوت جميل وتغنين يعني على فكره هم قالوا لك على فكره هم قالوا لك العكس شو بتسمعنا شو تحبي تسمعوا شو حابه تسمعي فيروز فيروز ايه بوس يعني ها شو بدك يا فيروز فيروز بسلم لي عليه سلم لها عليه او فيروز في ادي غنيه بحبها كثير مسمي بنتي سلام ما شاء الله جايب لي سلام يا حلوه وايد حلوه هاي جميله بالعكس وايد حلوه تفضل يلا سماكم اياها وبهديها للغالي سلام واحنا بعد نهديها حق المشاهدين الله يخليك يا رب غني هذه بتغنيها بنتي على طول بس لما عمرها عمر 5 سنوات وتغني معي نعم بمن تاثرت بعازفي العود سوري العود القانون نعم
بدينا بالأساس أنا تأثرت بعازف القانون أمير القانون ملك القانون محمد عبد الصالح. نعم. بفرقة أم كلثوم كنت تسمع الصولوهات هو على طول متميز فيها. نعم. تأثرت فيه كثير بصراحة وبأستاذي كمان أستاذ بسام عبد الستار كمان أمير للقانون ما شاء الله عليه. نعم. وبإبراهيم العريان كمان عازف قانون كثار والله اللي اللي ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية أستاذ أديب نمور عازف آلة القانون فعلا استمتعنا معك والمشاهدين استمتعوا معك وبنختمها طبعا بودع الجمهور وبنختمها معك نختم وياك مع إهداء حقي وحق مروة ممكن أنا لحبيبي لأن فعلا آلة القانون جميلة مع أغاني فيروز أنا لحبيبي مش كل فيروز خلينا نعمل شيء هيك أوكي إن شاء الله الله يعطيك العافية نسمعكم شيء لإبراهيم سماع ل بنودع الجمهور وبنرجع معك مشاهدينا وصلنا للختام ونقول لكم بجلسة سعيدة فعلا إجازة سعيدة مشاهدينا وإن شاء الله تريونا يوم الأحد ببداية أسبوع وإلى اللقاء وإن شاء الله منشوفكم تفضل شكرا